لو انا عايز اغير من سلوكي فلازم اقدم حافز للمواطن، يعني انا بغير من سلوكي وارشد في الطاقه الكهربائيه، ده هيؤدي الى ايه؟ ايه هي العوائد والفوائد؟ بدايه بفاتوره الكهرباء، ابسط حاجه جدا ان انا لما اوفر الفاتوره مش هدفع فلوس كتير. يعني ايه الحوافز اللي ممكن تقدمها للمواطنين عشان انشر الثقافه اللي حضرتك سميتها بثقافه ترشيد الكهرباء؟ يعني هو اول حاجه يمكن وزاره الكهرباء عاملاها الحوافز اللي هي الشرائح، شرائح الاستهلاك. يعني الشريحة اللي هي استهلاكها بسيط بتبقى المبلغ قدام الكيلوات ساعة قليل، والشرائح اللي هي استخدامها عالي في الكهرباء بتبقى الشرائح يعني الدفع أعلى. فدي أول حاجة الشرائح. الحاجة الثانية إن أنا في الحياة الترشيد الكهرباء ده يعني بيعود على المواطن وأسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة كعملة صعبة، لأن احنا بنشتري النهاردة، احنا بنشتري أصبح بنشتري غاز أهو، بعد ما كان عندنا وفرة في الغاز بنشتري غاز وبنشتري بترول، ما عندناش بترول، عندنا نقص في البترول. فكل ده بيعود على الدولة في العملة الصعبة، بتقدر توفره، نقدر عشان الدعم بعد كده في حاجات معينة. زي مثلا أولا الكهرباء بيحصل لها دعم لغايه النهارده، كهرباء لان الكهرباء غاليه، انتاجها غالي، بيحصل دعم. فترشيد الكهرباء انت بتدعم الناس اللي هي بتستهلك استهلاك بسيط. طيب انا موفر في الطاقه او موفر في الكهرباء او موفر في الطاقه عموما، ده بيعود على الدوله نفسها، وبعدين بيعود بعد كده جزء منه بيعود على الراجل الفقير اللي في مصر، لان ممكن اقدم له دعم. لما تزيد الميزانيه عندنا نقدر الدعم يزداد للناس الفقراء، للناس اللي هي معدومة يعني. فالمستشفيات العامة يزداد الدعم بتاعها، يعني المواصلات يزداد الدعم بتاعها، حاجات كتير في مناحي الحياة ممكن يبقى لها ترشيد الطاقة عموما كلها، كهرباء أو مش كهرباء، لأن الكهرباء دي منتج من مصادر الطاقة. فترشيد الطاقة هيعود على المجتمع ويعود على الدولة وسياسات الدولة و الرفاهية بتاعت الشعب نفسه.